عم نعرف عن أهم الخصائص عند الأطفال هي التأخر في الاعتماد نفسه والاعتماد على الاستقلالية. هذا الشيء بيخلينا نشكل جانب مهم من ضربهم في الاعتماد على نفسه والاستقلالية. بدي أذكر مثال بسيط مثل نعلمه على الأكل للطفل. لازم إن نحن ما نطعم الطفل، نعلمه كيف يأكل، وبشكل عام جميع المهارات نفس المبدأ، ما تشتغل عنه، علمه كيف يشتغل. أهم ما يميز داون سندروم هو التأخر بالقدرات المعرفية. أهم النصائح اللي نقدر نقدمها لهي الفئة، أول شيء تبسيط المعلومة، تجزئتها ثم تكرارها، والبطء في تقديم المعلومة. طبعا أهم شيء بالنسبة للأسرة تقبل الطفل بمهما كان ومهما كان وضعه. ثانيا أنه بيحب أنه الابعاد عن مصادر الإشاعات والأشياء الثانية وإلقاء اللوم إما على الزوجة أو على الزوج أو الأسباب الثانية، هذا بغض النظر لا ينفع لحالي. الشغلة الثالثة اللي بركز عليها أنه هي الصبر في التعامل مع حالة هذا الطفل. فهدول ثلاث جوانب كتير مهمة لأي أسرة إذا كان عنده هذا الطفل. هو سريع الغضب، سريع الانفعال، ما بيتحكم بانفعالاته، كتير بيتصف بالوداعة والهدوء. فينا نحن مشان هالنواحي هاي ندربه على التحكم بالانفعالات، كيف يتصرف بالمواقف المختلفة. ممكن كتير نستخدم التعزيز أفضل من العقاب، لأنه هو هذا كتير بيفيده. يعني مثلا إذا تصرف صار يعيط بموقف معين، نحن نحاول مثلا نتجاهل هالسلوك. إذا موقف تاني كان هادي كان منيح، فورا نعطيه تعزيز لحتى يقدر يرجع يعيد هالسلوك، ومرة مرة بيقدر يتحكم بهالانفعالات هاي. احيانا بنحاول ناخذ استجابه من الطفل قد ما كانت بسيطه، بنحاول نجزئها مثلا بالافعال، انه قوم جيب لي مكعب، بدي اقول له حتى هاي الجزئيه البسيطه انا بحاول جزئها قدر الامكان، انه لحتى يفهم علي انه انا ايش المطلوب مني. هاي النقطه كمان بشتغل على انه جزئها. بشكل عام يعني اذا كانت الاسره بخير فراح ينعكس هذا بشكل كتير إيجابي على الطفل وبالتالي على أسرته، وآخر شيء راح ممكن يكتشفوا أنه هذا الطفل يصبح مصدر السعادة ومصدر الفكاهة في الأسرة عكس ما كانوا يتوقعوا.